عملنا قرعة كانت ممتازة، يمكن كانت هيستوريكال درو والناس كلها اتكلمت عنها. فأنا أوعدك إن حفل المفتاح هيبقى كده بإذن الله، وتنظيم جيد لكل الاستادات، انفراستراكشر محترم، كل الكلام ده مهم جدا لمصر بإذن الله، البلد بتتغير فعلا. الافتتاح هيبقى 14 دقيقة، ده الشو الانترتينمنت اللي هيتعمل. الجمهور عشان طبعا السكيورتي ميجرز مش عشان حاجة يعني، عشان الناحية الأمنية، فبنتكلم وجود شخصيات مهمة. هيبقى الباب هيتقفل الساعة 6، 6 ده احنا بنتكلم يعني قبل الماتش بأربع ساعات، ولكن قبل الافتتاح بساعتين. فده في ماتش الافتتاح، بعد كده هتلاقي الأمور مختلفة، في خطط للانتقالات ازاي هتروح من إلى من، كل الكلام ده أنا بقولك هتشوف حاجة محترمة. أنت بالظبط عدد الاستاد قد إيه؟ أنت ساعة الاستاد 71 ألف تقريباً، فأنت في لو أنت على التيرنينج ستايلز أو على الليدرز اللي موجودة في الاستاد هتلاقي احنا حاسبين 66 واحد في الدقيقة، الكلام ده كله احنا حاسبينه. مش كلجنة منظمة فقط ولكن كدولة، الناس كلها بتشتغل، فإن شاء الله تطلع حاجة كويسة. الأغنية دي فيها ثلاثة بيغنوها، في دبي دي مطربة سنغالية، في ميكوتي ده نيجيري، وفي حكيم مصري.